ومن فوت هذه الأذكار من غير اختيار، كان يكون نهم أو غلب على أن يقولها في وقتها، فلو أن يأتي بها بعد ذلك وهو مأجور بأجر الذكر، وإن كان لا يدرك المترتب على الذكر من الفضائل من الحفظ والوقاية ونحو ذلك، لكنه يدرك الأجر بالذكر ولو كان بعد انتهاء الوقت، إذا كان لم يفرط وإنما غلب بنوم أو شغل منعه، فهنا يرجى له أن يدرك الفضل ويكون من باب القضاء. أما من تركها هذه الأذكار الصباح والمساء متعمدا فإنها تكون سنة فات وقتها، والله أعلم.